لنعيد حساباتنا إذن، كنا نواجه الفيروس بلقاحات منفردة، لكن يبدو أننا سنصل إلى نتيجة أفضل لو جمعنا ثمار أفكار علمائنا معا. هذان اللقاحان الأشهر، فايزر وموديرنا، ماذا لو مزجنا بينهما؟ سنعطي شخصا ما الجرعة الأولى من لقاح فايزر، بينما ستكون الجرعة الثانية من لقاح موديرنا. النتيجة كالآتي: بعد 9 أسابيع من الجرعة الثانية، فإن استجابة هذا الشخص المناعية باتت أقوى بكثير من غيره. لنغير المزيج: جرعة أولى من أسترازينيكا، ثم جرعة ثانية من موديرنا أو نوفافاكس. ما هي النتيجة؟ في هذه الحالة، فإن جسم المطعم بهذين النوعين المختلفين سينتج أجساماً مضادة وخلايا تائية أكثر من تلك التي تنتجها جرعتان من لقاح أسترازينيكا. لكن ما الذي حدث في هذا المزج؟ ما جرى هو خلط بين لقاح يعتمد على تقنية الناقل الفيروسي وآخر يعتمد على تقنية المرسال الحمض الريبي النووي mRNA، وهو ما يولد مستويات جيدة من مضادات الأجسام واستجابة خليوية أعلى من التطعيم المتجانس. إذن الحصول على لقاحين مختلفين يعني استجابة جيدة للمناعة وأقوى من الحصول على جرعتين من لقاح واحد. هذا ليس استنتاج للساعة 60، وإنما ما خلصت إليه دراسة بريطانية كبرى. لكن لحظة، ماذا عن الحصول على جرعة معززة مختلفة عن الدورة الكاملة؟ بمعنى لو جاء شخص طعم بجرعتين من نوع واحد من اللقاحات مثلاً أسترازينيكا، ثم قرر أن يأخذ جرعة ثالثة معززة لكن مختلفة، هل ستكون مفيدة؟ الإجابة نعم أيضاً. الاستجابة المناعية التي يولدها التلقيح غير المتجانس خصوصاً في الجرعات المعززة أعلى بكثير، خاصة من حيث كميات خلايا الذاكرة التي تلعب الدور الأساسي في الاستجابة المناعية طويلة الأمد. كل هذه الأخبار تشجع الناس وتدفعهم حتى في بؤر الوباء لرفض الإغلاقات. En fait, cette maladie, c'est un peu international. Il faut qu'on a besoin de respecter le masque, la distance, l'hygiène. Je pense qu'on doit les laisser ouvertes parce qu'on a fait le vaccin pour avoir le pass sanitaire. Et du coup, s'ils ferment, ça sert à rien qu'on a fait le vaccin pour rien. Alors et du coup, c'est nul. Enfin, je trouve ça injuste. I think it's really difficult for governments around the world. And here in the UK, in London's West End, people want to go out and shop. They want to go out and celebrate the holiday season. Not full lockdown. I think at the moment it's good, like with the masks and stuff, but not a full lockdown again, no. Because I just think a lot of people's mental health would be affected really badly.